لماذا لم تنتهي ولم تحسم الحرب في تعز طوال 4 سنوات؟ الحرب ليست نزهة. تعز الميليشيات الإنقلابية الحوثية حاصرتها بأكثر من 14 لواء عسكري، ولا المعركة في تعز لم تتوقف مطلقا. تعز بفضل جهود أبنائها تحررت 16 مديرية إلى الآن. ما هو مستوى العلاقة بينك أنت كمحافظ لتعز وبين الأحزاب السياسية في تعز؟ لا يوجد أي خلافات بيننا نحن والقوى السياسية، نحن نجتمع ونحن متفقين على الأهداف الرئيسية. أي عقل ما نسمع من أن قيادة التحالف في السعودية والإمارات تخشى من أن تتحرر محافظة تعز لأن النتائج ستكون كما يقال أن حزب الإصلاح سيحكم تعز؟ يا أخي هناك تخوفات لا غير مشروعة مطلقا. نحن والتحالف في خندق واحد. ليس صحيحا مطلقا أن التحالف العربي يخشى تحرير تعز حتى تقع في قبضة الإصلاح. وأنصح الجميع وكافة القوى السياسية في محافظة تعز أن لا يروجوا لهذه الشائعات. ما هي يعني أحوال الجرحى في محافظة تعز؟ لدينا ما يقرب من 18,000 جريح في هذه الحرب. تخاطبت أخيرا مع الأخ وزير الدفاع واتفقنا على تشكيل لجنة وطنية للجرحى تهتم بجرحى اليمن بشكل عام. هل فعلا ستحرر تعز من جماعة الحوثيين قريبا؟ أم أن تعز قدرها أن تكون محرقة الحرب وكبش الفداء وحلب اليمن؟